هنرجع تاني نتحدث مع دكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مشاهدينا، ولكن احنا بنتحدث عن أو هذا الخبر بيتحدث عن أهمية تماسك ووحدة الشعب المصري للمرة الثانية واليوم الثاني على التوالي مروة، بيتحدث السيد الرئيس وبيؤكد على أهمية هذا الأمر، وده اللي هنحاول ان احنا نسأل ونستوضح من دكتور محمد فايز، من الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي عفوا معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ جمال. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، عايز أعرف من حضرتك هذا اليوم الثاني على التوالي اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز في كلماته على هذا المضمون، وهو أهمية وحدة وتماسك الشعب المصري، وأنه بيمثل محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية والضمن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. مدى أهمية هذا الموضوع ولماذا يركز السيد الرئيس عليه بهذا الشكل خلال هذه الفترة الصعبة؟ يمكن بالتأكيد رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومهمة للغاية في هذا التوقيت. التماسك الداخلي للشعب المصري هو ركيزة الاستقرار وطوق النجاة الحقيقي للدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة. لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر مثلها مثل كل دول العالم تتأثر بما يحدث في العالم من متغيرات دولية وإقليمية، وبالتالي يجب على الداخل المصري أن يعي أن لديه الآن مهمة أيضا في الحفاظ على دولته من خلال اللحمة الداخلية والتماسك الداخلي، وبالتالي القيادة السياسية المصرية حريصة على إرسال هذه الرسائل في هذا التوقيت للداخل المصري وللمواطن المصري. وحدة الصف الداخلي، الاحتشاد وراء الدولة الوطنية ومؤسسة الدولة والحفاظ على استقرار الدولة والعمل والبناء والاستمرار في هذا النهج المتعلق بالمضي نحو أحلامنا وطموحاتنا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، كلها أمور لا يجب أن نتنازل عنها. يعني لا يجب أن نتنازل عن كل ما تم تحقيقه مقابل أن نستجيب للشائعات وللأكاذيب التي تحاول المساس بهذه اللحمة الوطنية. يمكن السيد الرئيس في حفل تخرج كلية الشرطة تحدث عن الشائعات والأكاذيب ومخاطرها على الداخل المصري، وأيضا بالأمس السيد الرئيس تحدث عن الوعي، وبالتالي هنا نتحدث هذا ما أريد أن أسأل عنه لو تسمح لي أستاذ جمال قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهو وعي الشعب المصري وتمسكه في ظروف صعبة. يعني خلال 10 سنوات الماضية كيف برهنت هذه الظروف على وعي الشعب المصري والتماسك الملحوظ خلال هذه السنوات حتى لا نتعرض كأنها حائط سد أمام كل محاولات الزعزعة والاستقرار في الوطن؟ بالتأكيد يا سيد الرئيس، رهانه دائما على المواطن المصري يربح، وسيد الرئيس بالأمس تحدث عن وعي المواطن المصري وعلى قدرة وعي المواطن المصري، وفي الحقيقة أن الشعب المصري أثبت يعني قدرة ونجاح كبير للغاية في استيعابه لكل ما يحاك لهذا الوطن من مخاطر، سواء على صعيد إزاحة الجماعة الإرهابية في ثورة 30 يونيو، سواء في مجابهات الإرهاب والفكر المتطرف، سواء في الإصلاح الاقتصادي، سواء أيضا في ظل المخاطر الإقليمية والدولية الآن في العالم، ووعي المواطن المصري بما يعني أيضا يعني يؤثر هذا على الداخل المصري على الظروف الاقتصادية. إذن المواطن المصري واعي ومدرك، والسيد الرئيس بالأمس تحدث عن وعي المواطن المصري، والسيد الرئيس يرتكز على وعي المواطن الآن ونحن نعبر من هذه المرحلة. وبالتالي أنا أعتقد أن المواطن المصري جدير في الحقيقة بهذه الثقة، ثقة القيادة السياسية المصرية، ونحن أيضا على العهد أن نبقى على هذا الوعي. يجب على المواطن أن يدرك أن لديه الآن مهمة، مهمة صف وطني ومهمة إدراك بطبيعة ما يحدث في الخارج وتأثيراته على الداخل، مهمة أن يعزز حتى الوعي على نطاق الأسرة، على نطاق العمل، على نطاق المحيط المجتمعي. هذه مسؤولية مجتمعية يجب علينا جميعا أن ندركها، يجب أن لا نستجيب لأي من الشائعات نقل الأخبار من المصادر الموثوقة فقط، أن لا يكون طوال الوقت هناك تداول لبعض الأكاذيب عبر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، عدم أيضا بث أو مساعدة بعض الأطراف الخارجية في يعني أيضا إرسال الرسائل التي تحدث تشكيك من خلال نقل الأخبار الكاذبة. إذن يجب أن نوقف الإشاعات ونوقف الأكاذيب، وأن لا يعني في بعض الأحيان للأسف البعض دون أن يدرك ودون قصد يقوم بتكرار بعض الأخبار المغلوطة، إرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يقصد، ولكن في هذا الأمر أمر خطير للغاية يجب أن ندركه. حان الوقت لنتعامل بحذر شديد للغاية مع وسائل التواصل الاجتماعي، أن ندرك أن الكلمة الآن
يعني خطيرة للغاية يجب أن ننتقيها وأن أيضا نتعامل معها بمعيار شديد الدقة. يجب أيضا أن ندرك أن المعركة معركة وعي، وفي الحقيقة أن القيادة السياسية المصرية بتخوض معركة الوعي منذ عام 2014 ومن قبل عام 2014 في الحقيقة. طيب أستاذ جمال، لو هتحدث مع حضرتك برضو في الشق الآخر من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تناول الأوضاع الإقليمية وذكر أنها وصلنا إلى مفترق طرق تاريخي، أو المنطقة وصلت إلى مفترق طرق تاريخي، الدولة المصرية معروفة برشدها والحكمة الشديدة في التعامل مع هذه الأمور، كيف ترى خيارات أمام القيادة المصرية والدولة المصرية في التعامل مع هذا المفترق؟ يمكن هنا سريعا إذا تقرب. طبعا يعني سريعا سيد رئيس، في الحقيقة أمس وأول أمس أكد على نقاط مهمة للغاية فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية. يمكن سيد رئيس بالتأكيد تحدث أن المرحلة الآن خطيرة للغاية، ويمكن أيضا سيد رئيس منذ اشتعال الأزمة في المنطقة والحرب على قطاع غزة حذر من اتساع رقعة الصراع ومن الأوضاع التي وصلنا إليها الآن. سريعا السيد الرئيس أكد على ثوابت مصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، الاتزان، الإيجابية في التعامل، وهنا بنتحدث عن الحياد الإيجابي، عدم الانخراط في أي من المشكلات، بل فقط المحاولة في تهدئة الصراعات ووقف الصراعات وإيجاد السلام والاستقرار. وأيضا السيد الرئيس أكد على هذه الثوابت المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية ونهج مصر المتزن في علاقاتها الدولية. بالتأكيد يعني أستاذ جمال هناك ثوابت للسياسة المصرية التي تم التعامل معها والاعتماد عليها، التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات، وهذا ما تقوم به مصر خلال الفترات الماضية كما نتابعها. بشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال رائف على كل هذه التفاصيل.